الفؤاد لغيركم وإني على جور الزمان صبور بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم بالفؤاد حضور. الله أكبر الله أكبر. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، نقدم لكم فترة الحصاد الإخباري من إذاعة نسائم سوريا، والبداية بأبرز وأهم العناوين. ارتفاع حصيلة الشهداء اليوم إلى 35، ولجان التنسيق توثق ارتقاء 76 أمس الاثنين. فوالله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على جور الزمان صبور بعدتم ولن يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم بالفؤاد حضور وحيباب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير هم علموني البكاء ما كنت أعرفه يا ليتهم علموني كيف أبتسم هم أرضعوني لبان الحب في صغري وعندما تعلقت روحي بهم فطموا عن القلب حبكم وغبتم وأنتم بالفؤاد حضور.